مكلف بالاتصال على مستوى المديرية العامة للدرك الوطني. صباحك سعيد سيد بوشحيط، ومرحبا بك معنا. صباح الخير لكم ولكل الطاقم العامل على هذه الحصة ولكل مشاهدي قناة شروق نيوز. شكرا لك، أيضا مرحبا بك معنا من جديد. قبل الخوض في الحديث عن المخطط الأمني المسطر من أجل ضمان موسم اصطياف في ظروف حسنة، خلينا نبدأ بحوادث المرور. كنت سيد بوشحيط منذ قليل تحدثت عن بداية فصل الصيف رسميا، ارتفاع مرتقب لدرجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة. نفتح قوس حول هذا الموضوع، هل ارتفاع درجات الحرارة أثر على حوادث المرور؟ وهل خلال فصل الصيف تعرف حوادث المرور ارتفاعا نسبيا؟ بالفعل ارتفاع درجة الحرارة يعني وفي العادة في فصل الصيف تساعد يعني بشكل أو بآخر على يعني كثرة حوادث المرور، خاصة مثلا اشتعال المركبات كذلك، ويعود السبب دائما لهذه الحوادث إلى عدم إجراء عمليات الصيانة الدورية لهذه المركبات التي من شأنها أن تكشف عن المزيد من الخلل المتواجد على مستوى المحرك أو على مستوى المركبة ككل. يعني معظم الخبراء يرجع سبب هذه الحرائق اللي رانا نلاحظوها يعني يوميا على مستوى طريق السيار شرق غرب أو على مستوى الطرق السريعة إلى مثلا تلف في الأسلاك الكهربائية أو تلف في أو تمزق في أنبوب العادم كذلك، وجود تسربات للبنزين والوقود في أنابيب التغذية والخزان كذلك، قيادة المركبات لمسافات طويلة دون توقف وهذا سبب رئيسي في كثرة حوادث المرور أثناء فصل الصيف كذلك، عدم القيام بإجراء الصيانة الصيانة أيضا. للأسلاك الكهربائية. نعم أستسمحك سيد بوشحيط، أيضا هل الزيوت والوقود أو البنزين الموجود على الطريق أثر أيضا على حوادث المرور، أو لديه علاقة مع ارتفاع حوادث المرور خاصة خلال فصل الصيف نصيبه في كثرة تلك التسربات الموجودة على الطريق؟ هذه التسربات يعني الموجودة على مستوى الطرق هي خطر كبير جدا على مستعملي الطريق الآخرين، يعني للأسف الشديد كما قلت عدم إجراء الصيانة الدورية أو الصيانة اليومية والصيانة الأسبوعية والصيانة الشهرية لهذه الشاحنات أو هذه المركبات يؤدي مثلا إلى تدفق كميات معتبرة من البنزين أو من الوقود على شبكة الطرقات، وبالتالي فهي تشكل خطر على مستعملي الطريق. احنا في الحالة هذه مثلا رأينا عدة حوادث خاصة في منحدرات مثلا الجباحية كذلك منحدرات خميس مليانة بولاية عين التفلان، مرارا وتكرارا سجلنا حوادث مرور بسبب هذه يعني هذه الشوائب تسربات الموجودة على الطريق، وهذا يعني تصرف أو سلوك غير حضاري يعني يعتبر من طرف بعض السائقين إن كان يعني هذا الفعل مرتكب عن عمد وهو مضر يعني أولا بالمحيط والبيئة وكذلك من الدرجة الأولى، ومن الدرجة الثانية هو مضر كذلك بمستعملي الطريق الآخرين ويهدد سلامتهم كذلك، مثلا احتكاك المركبات عند توافد هذه المواد يعني والشوائب على مستوى الطرق، احتكاك عجلات المركبات بالطريق يكون يعني يكون ناقص ويكون يؤثر على يعني توقف المركبة كذلك في هذه الحالة، خاصة إذا كانت العجلات يعني ملساء هنا السائق لا يستطيع يعني التوقف يعني في المكان المراد التوقف فيه مثلا، خاصة وإذا كان في يعني حركة مرور كثيفة أو إذا كان فيه اكتظاظ مروري أو مثلا إذا كان فيه مثلا ردة فعل مفاجئ، هنا تكون الكارثة وهنا يوقع حوادث مرور خاصة لأصحاب يعني المركبات ذات الوزن الثقيل أو الحافلات. هنا يعني من هذا المنظر ننصح سواق مثل هذا النوع من الشاحنات أو المركبات بوجوب يعني تفقد مركباتهم قبل التنقل، كذلك وجوب القيام بالصيانة الدورية حتى لا تتم هذه الكوارث.
صحيح. إذا شكرا لك على هذه التفاصيل فيما يخص هذه النقطة. نروح الآن إلى موضوعنا الرئيسي لهذا البرنامج، وهو مخطط أمني لحماية الشواطئ. قبل الخوض في تفاصيل هذا المخطط الأمني، للأسف سيد بوشحيط كنا شفنا منذ يومين نشوب شجار عنيف بين عصابات الشواطئ على مستوى شاطئ بالضفة الشرقية للجزائر العاصمة، بالتحديد شاطئ القادوس وما يعرف به الكنديان. أيضا للأسف هذه الظواهر كنا نشوفهم خلال موسم الاصطياف، هذا العام سبقوا حتى موسم الاصطياف. بالفعل يعني مظاهر سلبية وسلوكيات يعني خاطئة من طرف بعض يعني من هؤلاء يعني أو هذه الفئة، وإن كانت هي فئة قليلة يعني ترتكب من حين لآخر بعض هذه التصرفات وقلت على المصطافين. ولهذا يعني إحنا كقيادة الدرك الوطني سبقت وأن وضعت يعني مخطط أمني استثنائي أقول لتأمين هؤلاء يعني المصطافين من أجل راحتهم، من أجل يعني طمأنتهم، كذلك عن طريق مضاعفة الدوريات على مستوى شبكة الطرقات وأماكن الراحة. احنا عندنا كما تعلمون يعني وحدات الدرك الوطني عندها يعني ثلاثة نقاط مهمة لتركز عليها، اللي هي تأمين شبكة الطرقات، كذلك تأمين أماكن الراحة والاستجمام بالدرجة الثانية، وكذلك يعني الشريط يعني الساحلي أو المخصص للمصطافين، كذلك تأمين الشريط الساحلي المخصص للمصطافين. ولهذا قلت سارع قيادة الدرك الوطني إلى وضع هذا المخطط الاستثنائي ليعني يأمن أماكن الراحة والاستجمام، وتفنى من الحملات التحسيسية والتوعوية قبل هذا من أجل يعني تبليغها يعني هذه الفئة اللي كنت تظهر عليها، من أجل يعني الكف عن هذه التصرفات أولا، كذلك تفنى من العمل الجواري إرشاد وتوجيه المواطنين خاصة مثلا الغرباء على هذه المنطقة اللي ما يعرفوش المنطقة هذه أو هذه الشواطئ. كذلك يعني وضعنا يعني مجموعة من الميكانيزمات لحماية المصطافين، وكذلك لفك الاختناقات والاكتظاظ على مستوى شبكة الطرقات المؤدية من سيد بوشحيط. للأسف استسمحك، عندما توصل العائلات الجزائرية إلى الشواطئ يطلبوا منها أنها تخلص هذاك المكان ولا هذيك الطابلة ولا هذيك المظلة، تلقى روحها مجبرة على أنها تخلص، تخاف من التبليغ لأنها تخاف على التداعيات بالدرجة الأولى. في هذه الحالة كيف تكون الإجراءات؟ والله يعني فيما يخص سؤالك هذا الإجراءات واضحة، يعني احنا عندنا ثقافة التبليغ وهدرنا عدة مرات، ويعني قدمنا نصائح وتوجيهات إلى المواطنين وإلى المصطافين بالخصوص يعني على مستوى صفحاتنا، صفحة طريقي للإعلام المروري، الصفحة الوحيدة لقيادة الدرك الوطني، وحتى قمنا بحث هذه العائلات على القيام بالتبليغ على أي مخالفة أو أي جريمة من طرف هؤلاء من طرف هذه الفئة. عندنا الرقم الأخضر 1055 وعندنا صفحة طريق للإعلام المروري، فمن المفروض من يعني المواطنين المحترمين او المصطافين التبليغ على هذه التصرفات في الحين. يعني مثلا لو كان يعني المواطن يقوم بالتبليغ على هذا التصرف يعني الغير قانوني في الحين، يكون التدخل تاع وحدات الدرك الوطني يعني فعال ويكون يعني هادف، ونقوم يعني ب يعني يعني بمنع هؤلاء يعني للانتهازيين من القيام بهذه يعني الاعمال المنفرده. انا يعني على مستوى شواطئ او على مستوى اختصاص الطرف الوطني فهي اعمال محدوده، وقمنا يعني باسداء تعليمات في وفق هذا المخطط الاستثنائي لجميع افراد واعوان الطرف الوطني بالقيام بتوقيف يعني جميع هؤلاء الاشخاص حمايه للمصطافين كذلك. واكرر يعني ندائي الى المواطنين بضروره التحلي بثقافه التبليغ، فثقافه التبليغ لها يعني ايجابيات كثيره وكثيره ربما يجهلها الكثير.